اخر حاجه اوصيكم بيها ودوت اللي دايما بنختم بيه. والله صدعت وجالس ده مش قادره. اخر حاجه الدعاء، الدعاء عشان نغلف الثمان خطوات كده بدعاء ربنا. الدعاء يا رب يا رب اصلح لي حال زوجي، يا رب يا رب اجعلني افضل امراه في زوجي. يا رب ارزقه، يا رب يا رب سد عنه دينه، يا رب دي الصالحه دي التقيه. يا رب ابعد عنا شياطين الانس والجن، يا رب انا ماليش حد غيرك ولا حد ينصحني ولا حد يقول لي، يا رب ايه خليك معايا كده. قولي باللي في قلبك، هي دي الصالحه وانت يا ابن الحلال ادعي. اللهم ارزقني الزوجه التقيه الصالحه النقيه اللي تعيني على امر ديني ودنياي. يا رب احفظ زوجتي واحفظ بيتي واحفظ اولادي عن يمينهم ومن شمالهم ومن امامهم ومن خلفهم ومن فوقهم، والعوذ بعظمتك ان يختلوا من تحتهم. دعاء الدعاء. لا احنا في زمن صعب، زمن كل اللي عمالين يحلوا في واحد لا تعرف لا ده ست ولا راجل، دي راجل لاعبين في الاعدادات بتاعتهم، انت مش عارفه الدنيا ايه، والناس كلها بتبرر ده وكل المنصات وكل الدنيا بتبرر. يروح ابنك بره يقول لك ما عادي اصل انا في الاستباحه وما اعرفش شارب ايه وعامل، وكان ده بقى الاساس، وكان ده بقى الاساس، الرشوه والمحسوبيه والكذب والسرقه. انا اولى اللي يعوزوا البيت كلام. فين 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 اخلاق الاسلام؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فين؟ الا ما رحم ربي. من فضلكم من فضلكم نرجع للكتاب والسنه، نرجع يا مشايخ يا مشايخ يا دعاة يا إصلاحيين يا مصلحين، من فضلكم تعالوا نعيد قاعدة وإن شاء الله نعيد دراسة ونقولها كل يوم مرة كده من الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أولادنا العفة طهارة والكرامة والحياء. أعلم أولادنا الكلام ده ونطلع عليهم وننشر. اللي له لسان صدق يحب الله عز وجل ادعي بيه، انصح اللي حواليك بيه، انصحوا الناس بيه، لكن بالشكل ده لا. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ويستر نساء المسلمين ويعف نساء الامه يا رب، ويزوج الشباب الزوجات الصالحات التقيات، ويزوج البنات الازواج الصالحين التقيين. اللهم امين. انصر امه رسولك يا رب، احفظ الامه يا رب، يا رب احفظ الامه يا رب، يا رب رجعنا لديننا ورجعنا ليك يا رب للكتاب والسنه. اللهم امين.